اللبان أحد أشهر المنتجات العمانية في العالم، إذ يستخرج من شجرة اللبان المنتشرة في مناطق مختلفة من محافظة ظفار. فوائد اللبان لا تعد ولا تحصى، وهو بحسب دراسات وأبحاث مقوٍ للقلب ومنشط للدماغ، يزيد قوة الذاكرة ونسبة الذكاء، معالج طبيعي للقصور الكلوي، يطرد البلغم ويعالج السعال وشتى أمراض الصدر، يمنع حدوث التسوس في الأسنان ويقوي اللثة، يطهر الفم واللسان من الميكروبات والبكتيريا. لكن الأهم هو قدرة اللبان على علاج أنواع من مرض السرطان. الباحثون في جامعة ليستر أكدوا أن اللبان قادر على قتل سرطان المبيض. دراسات حديثة أرجعت السبب إلى وجود مكون في اللبان قد يعالج أنواع السرطان، ومنها القولون، الصدر والبروستات والثدي. وبحسب باحثهم فإنهم أكدوا أن الخلايا التي قاومت العلاج الكيماوي تجاوبت مع هذا المركب الذي أنتج من اللبان.